مش عم ندق، نحن عم نقلكم عن شيء اسمه تاب كاست. طريقتها كتير حلوة وسعرها كتير مهم، وإذا عندك برزنتيشن وبدك تعمل زوم، كاميرا زوم، اجتماعات وتشرح للناس، هيدا هو الحل. صباحو للي عنده صباح، مساءو للي عنده مساء، وتصبح على خير للنايمين. اليوم عم نحكي فخامة الاسم يكفي، عم نحكي عن الشاومي، قطعة اسمها تاب كاست كونفرنس توب كاست وايرلس اتش دي ام اي ترانسميتر ريسيفر. يعني هيدي بس توصلها بالكمبيوتر وبتوصل الثاني اتش دي ام اي بالتي في، انت بغنى عن اي شيء، لا تمد كيبل ولا تعمل اي شيء، كل شيء موجود على الكمبيوتر عم تشرح عنه، العالم عم تتطلع على التي في وانت عم تتطلع على الكمبيوتر. قطعة صغيرة $95، مريحة كتير للراس، بس بدنا ننتبه لشغلة انه ما يكون المسافة بعيدة اكتر من 5 امتار، وكل شيء هون موجود، كيبل ومدلك شريط الطويل HDMI. خلصت ايامها، هلأ صارت ايام الشاومي، ايام الفخامة، ايام الزعامة، ايام لبنان وستار كول وطريق جديدة ومارلياس، ويلا روح.